تركيا ليست بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها أمام مؤسسة دي جي أي بي البحثية في برلين يوم الثلاثاء. لقد أثارت الأزمة المالية والأزمة العالمية والربيع العربي والأحداث التي تشهدها سوريا ومصر أن تركيا ليست بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي هو الذي بحاجة إلى تركيا. وحث أردوغان ألمانيا على أن تبذل مزيدا من الدعم لتلبية طموحات أنقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن أردوغان قد أجرى أول زيارة رسمية إلى بروكسل منذ 5 سنوات، حيث واجه انتقادات حادة من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن الحملة التي تباشرها حكومته على القضاء والشرطة والتي أقلقت المستثمرين في بلاده. وتسببت هذه الحملة التي باشرها أردوغان ضد مئات من رجال الشرطة والقضاء على خلفية مزاعم بالفساد تلاحق حزبه العدالة والتنمية في توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بعد أن بدأ طلب تركيا المتوقف منذ أمد بعيد في الانضمام إلى الاتحاد في كسب بعض التأييد. محمد الجبالي، رويترز.